مرحبا بكم متابعين عبر قناتنا عبد وجد يوتيوب لأحوال الطقس. نقدم لكم جديد التحديثات للنماذج العالمية لأحوال الطقس فيما يخص طقس الجزائر خلال الأيام المقبلة. ونذكر متابعينا الكرام بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس حتى يصلكم كل ما هو جديد إن شاء الله. إذن مرة أخرى نعود إلى جديد الطقس، ونذكر متابعينا الكرام التحديثات هي جد مبشرة قوية جدا لفترات قوية على المناطق الجزائرية. سلسلة من الاضطرابات الجوية ستشمل المناطق الجزائرية في هذا التحديث إن شاء الله. متابعينا الكرام سنتعرف عن أغلبية المناطق التي ستكون معنية طيلة نهاية شهر مايو وبداية شهر جوان إن شاء الله. وخلال الأسبوع الأول من شهر جوان ستكون سلسلة من الاضطرابات الجوية ستشمل المناطق الجزائرية مع أمطار جد معتبرة وغزيرة جدا. أمطار ستكون رعدية، المزيد من الخير والغيث النافع إن شاء الله على المناطق الجزائرية. إذن متابعينا الكرام تقريبا جل الاضطرابات الجوية ستتمركز نحو المناطق الوسطى وبدرجة كبيرة المناطق الشرقية وشمال الصحراء والواحات. فيما يخص أيضا المناطق الغربية ستكون معنية لكن بأقل حدة وتكاد أن تكون منعدمة فقط. متابعينا في المناطق الغربية اكثروا من الاستغفار والدعاء إن شاء الله تتغير هذه التحديثات. فقط هي تحديثات وليعلم الجميع أن كل شيء بيد الله، وإن شاء الله ستكون هناك تقريبا اضطرابات إن شاء الله ما بعد الأسبوع الأول من شهر جوان على المناطق الغربية. سنوفيكم بتفاصيل مهمة إن شاء الله لاحقا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.